حضراتكم من جديد في رأي عام، وزي ما قلنا عايزين نستعرض كيف يعيش مشجعو الفرق العربية المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية، كيف يعيشون هذه الأيام في مصر. عشان كده احنا بنستضيف النهاردة ثلاثة من مشجعات ثلاث بلدان عربية شقيقة، تونس والمغرب والجزائر، ونتعرف منهم عن الأجواء، على الأجواء المحيطة بوجودهم الآن في مصر وتشجيعهم لفرقهم. مدام مونيا من تونس، أهلا وسهلا. أنا من تونس. الأستاذة أسماء حليمي، صحفية وإعلامية جزائرية، أهلا وسهلا. والأستاذة غزلان زاد من المغرب، أهلا بك غزلان. طيب لو بنبدأ بحضرتك مدام مونيا، يعني قبل ما ندخل على الهواء قلت لي إنك أنت مقيمة في مصر من كم سنة؟ من 20 سنة. واو. أما نمشي ونجي ديما، يعني في العام ممكن نمشي 4-5 مرات، نقعد شوية في تونس ونقعد شوية في مصر حقيقة. طيب وشفتي إزاي الأجواء في مصر يعني أثناء بطولة كأس الأمم الأفريقية؟ كانت حاجة مزيانة، حاجة حلوة بالنسبة للشعب، انهم توينسا يجي ونشجعوا. ساعات نبدأ انا فترة هنا بون، نفرح بالناس اللي تجي من تونس وكله، ونحسوها كأنها حفلة، كأنها عرس يعني بالتجمع وكل حاجة مزيانة. في مشجعين توانسة برشا يعني كتير؟ اي في برشا مشجعين وكانت بصراحة معناتها كنا توحد مع بعضنا، جالية تونسية بالنسبة اللي عايشة هنا ولا الناس اللي جاوا من تونس، كنا يد واحدة وكنا فرحانين وكنا مبسوطين يعني. الحمد لله. هذا عن تونس، ماذا عن الجزائر؟ بالنسبة للأجواء أظن أن الأجواء رائعة. أنا في كل ممكن كؤوس الإفريقية اللي يعني غطيتها أظن أن بالنسبة لهذا السنة هو أحسن تنظيم. أنا بتكلم عن التنظيم من ناحية يعني كصحفية، تنظيم رائع جدا. حتى بالنسبة لدخول المناصرين يعني فيه صرامة، فيه يعني الفان أيدي، الحاجة الجديدة اللي أول مرة أشوفها أيضا في كأس إفريقيا. الأجواء رائعة يعني. بالنسبة للجمهور الجزائري هو كان حاضر، ممكن 3000 مناصر جاء في الدور الأول، لكن أظن أن من ابتداء من الدور ثم النهائي راح يكونوا أكثر إن شاء الله، خاصة في ظل أنه الفريق الجزائري بيقدم عروض ممتازة. الحمد لله، احنا ما كناش ننتظروا في هذا يعني. صراحة أنا كمتتبع الفريق الوطني منذ حوالي 15 سنة، ما كناش ننتظر، لأن منذ 10 أشهر فريقنا الوطني ما كانش حتى يعني يقدر يعمل 3 ولا 4 كرات متتالية يعني قبل مجيء جمال بالماضي. ومنذ 2015 الحالة كانت كارثية للمنتخب الوطني. جمال بالماضي يبدأ يعني يعمل مع هذا الفريق، وبدأت يعني بذرات جهوده، وحتى اللاعبين اللي يعني انسجموا مع طريقة عمله بدأت تظهر في هذه الكأس الإفريقية. لكن أظن بلي هو دور أول، كانت هناك فقط ممكن فرق مش كبيرة كتير، والدورة دورنا كأس إفريقيا راح تبدأ ابتداء من يوم الأحد إن شاء الله بالنسبة للجزائر إن شاء الله. طيب بالنسبة للمغرب، خلينا نتكلم الأول، دي أول زيارة لمصر؟ لا، بالعادة نجينا بجي يعني سياحة دائما، بس هذه المرة جيت أنا وأمي تخصص كأس إفريقيا، علشان كأس إفريقيا بالضبط. إن شاء الله. طب يعني أول مرة جيتي فيها مصر كانت سنة كام؟ 2015. النهاردة 2019، يعني 5 سنين. إيه اللي تغير في مصر في ال5 سنين دول؟ مصر من يوم حلوة يعني، أنا دي نشهد فيها مصر حلوة. أنا بالنسبة لي مكان السياحة هي مصر. يعني باش تغير جو، تشوف ناس لذيذين، ما بتلقاش أدلة من الناس، بتلقى حب، خصوصا ناس مع الكاس ما شاء الله الناس كلها حلوة. وفي الدورة يعني الأفريقية يعني في حاجة جدت على المصريين يعني، ولا هم لم يتغير؟ بلا، في شوية قرب بالناس صار، وشوية مساعدة. يعني انا تو مثلا معايا سياره، فالاقي الناس في الشارع يدلوني تعالي تعالي. انت بتسوقي في مصر؟ مأجره. انا ما بعرفش. لا مأجره، مش مأجره. فبلاقي الناس وانا ضايعه في الطريق يقولوا لي تعالي تعالي من هون استاد، يعني يوديوني ويساعدوني وكذا. حتى الشرطه اول يوم كانت في مشاكل على الفان اي دي بالباسبور، يلا مغاربه مغاربه دخلوا، يعني في مساعدات حلوه.
طب والله حاجه يعني جميله جدا، بس يعني عجبتني انها بتسوق في مصر يعني. انا ايضا عجبتني. بتسوق في مصر هيسوق في اي مكان في العالم. الحاجه اللي صدمتني كثير هي السواقه في مصر. صحيح. سواقه جربتيها؟ خطيره. لا انا اشوف يعني سواقين. طب ما تنزلي في خطر يعني. انا في خطر لما اركب في السياره. لا 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 الحمد لله ما بتحصلش حوادث. لا لا يعني فيها شويه اثاره بس يعني. اثاره كثيره. طيب مدام منيا، يعني تونس بتلعب في السويس. يعني رحتي السويس كم مره؟ رحت السويس وللاسف يعني ما احناش راضيين على الكيب نتاعنا لعبوا الفريق، يعني الفريق نتاعنا ما هوش هذا اللي منتظرين منه يعني. كانوا يلعبوا احسن من هكا، احنا تصدمنا ان هما ثلاثه ماتشات. والله مع ان انا شفت، انا حضرت بطوله كاس العالم في روسيا السنه الماضيه وكانت تونس فاجئنا، احنا مش عارفين صار لهم يعني. ممكن تحسدوا، ممكن يكون تحسن. طب ليه ما بخرتهمش يعني؟ ما كناش نعرف، لو كنا هزينا معنا وبخرناهم. في خانه خليلي يعني فعلا تصدمنا احنا كنا تصدمنا يعني. اكثر من يعني اكثر جمهور البارح ما سافرش السويس يعني غضبان ومتغشش على. المفترض انكم يعني تواصلوا تشجيع المنتخب حتى في حالاته السيئه. عاد احنا يعني شجعونهم وما شجعوش رواحهم. احنا شجعناهم وما شجعوش رواحهم يعني. احنا نمشي وتعبنا والكل، ولكن بصراحه ما احناش النتيجه اللي هما يعني حقوها ما هيش مرضيه معناتها بالكل، وتازمنا يعني فعلا. وما نعرفش ممكن نمشيوا للاسماعيليه ولا لا، زاده نفكروا كلنا. لا 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 لازم تمشوا طبعا، لازم تمشوا. ما هو انا احنا ما احناش ماشيين، وممكن الكيب نخطفوه بالمره. باش ما يلعبش، باش نلقاو عذر يعني. عايزه تحطها في الفريق، باش نلقاو عذر، باش تلقى عذر كيف ما يربحوا ما يكسبوش. مع ان احنا عندنا اثنين لاعبين من تونس، فرجاني ساسي وعلي المعلول. المعلول يعني بسم الله ما شاء الله يعني. أي قدموا احنا فعلا يعني في ذهول كيفاش الفريق نتاعنا معناتها كيفاش يعني هذه نتائج، وما هيش ما احناش متعودين على هذيا، ما احناش مصدقين يعني. كل مره نقول الماتش الجاي ويخرج ان شاء الله يعني ربنا ينفخ في صورتهم يعني ان شاء الله. لا خسرانين ولا كسبانين، وتعادل ثلاثه ماتشات مش المهم. وصلتوا للدور ال 16؟ وصلنا للدور ال 16. طيب الحمد لله ان شاء الله. انتوا طماعين ليه؟ ان شاء الله. هم بيشبهوهم للبرتغال في كاس اوروبا لما كسب، ما عملوا ثلاث تعادلات وبعدها فازوا بكاس اوروبا. فازوا بكاس اوروبا. لا يعني الكاس ده يعني عايزين نحجزه لحد ثاني. طيب اسماء، انت متخصصه في الرياضه؟ في كره القدم. كمان كره القدم. لعبتي كره قدم؟ لا ما لعبتش، لكن هذه يعني باشن يعني حاجه بهواها وبحبها من كنت صغير. طيب لما يعني بتختلطي مع جمهور او مع الشعب المصري في ويعرفوا انك انت جزائريه، ازاي بيكون التعامل؟ السنه دي والله الحمد لله مقارنه ب 2009 لما جيت في فرق كنت كبير. هنا في 2009. اهلا وسهلا. كنت هنا فرق كبير. لحد الان الحمد لله والله كله تمام. الجمهور المصري حتى وانه كنا يعني زعلانين شويه ضد السنغال لما كانوا يشجعوا في السنغال وماني. نعم معقوله؟ نعم شجع السنغال؟ نعم بس كان اغلب الجماهير كانت مع السنغال. ممكن مع ماني، ممكن بنحب الجزائر ولكن يعني احنا مش عايزين نلعب مع الجزائر يعني من هذا المنطلق يعني. من منطلق كروي مش من منطلق يعني. ممكن جدا، لكن يعني برا الملعب والله كل شيء تمام. يعني الشعب المصري مضياف كله كويس. رحت فين يعني السنه دي؟ انا جيت انا مع المنتخب، جيت من الدوحه مع المنتخب، كنت في الدوحه في التحضير مع المنتخب، وجيت يوم 18 وشفت مقابلات الفريق الجزائري فقط يعني. ما رحتش مدن اخرى في المصر. لا لو نكسب في حنروح للسويس في الربع النهائي. اها اوكي. طيب غزلان، رحتي اماكن اخرى غير الاستاد؟ انا رحت، انا عندي اصلا اصدقائي مصريين فما شاء الله يعني عاملين لي بروجرام بيطلعوني في اماكن. بروجرام قولي لي البروجرام بتاعك. مثلا الدير، القلعه. دير القلعه، الاهرامات، هذول زمان رحتهم. طبعا النيل ضروري. بس انت بتقولي انك جيتي مع مامتك المره دي. المره دي جيت مع ماما. ماما كمان اول مره تيجي ولا جت؟ ماما اول مره تجي بس تدخل الاستاد يعني. هي بتلعب كوره بس اول مره تشجع. تلعب كوره في ايام شبابها يعني. ماما كانت تلعب كوره. كانت تلعب فريق نسائي في المغرب في الدار البيضاء، وهسه صارت تشجع.
ممتاز. احنا عيلة كروية. ممتاز. طب وراضية عن أداء المنتخب المغربي؟ جدا. وأنا صراحة بختلف بحاجة واحدة، أنا مع المنتخب بخسارة وفوز حشجع للآخر. شفتي يا مدام منيا؟ شفت. هو يعني لأنه احنا حتى في كأس العالم يعني ما يعني نقولوا طلعنا وهيك وكذا، بس تبسطنا، شرفونا، شجعونا، رفعوا لنا علمنا في كل الدول، خلاص كفاية. بس أنتوا في المباريات الأخيرة يعني دقيقة 90 دقيقة 90 بتلعب معنا. لا مش الزهر، أول ماتش وما دخلوه في نفسهم، يعني ما حدش قال لهم دخلوك في نفسهم. ثاني ماتش فزنا تمام. ثالث ماتش اللي هو الأخير قبل أمس 1-0 في دقيقة 90. فكانت حلوة يعني، أنه هو ختامها مسك. فعلا ختامها مسك. أنا شفت يعني كثير من المشجعين الفريق المغربي في فندق من الفنادق في مصر الجديده، كانوا عاملين هيصه يعني، تبارك الله عليكم. بلو. رغم كثير انا كنت في المقابله، انا كنت في المقابله، لعبوا قبلنا في ملعب السلام يوم نفس اليوم، وما يعني ما شاء الله عليهم كثير يعني، الجمهور المغربي جابي بقوه لمصر. المفروض يس 10,000 المفروض مشجع جايين لمصر، المفروض ايه 10,000 مشجع المفروض جايين لمصر، مطلعين فان اي دي. والله 10,000 يعني عدد احنا شعب جدا. كروي. لا ما طبعا واضح. طيب يعني حضرتك عايشه في مصر بقالك 20 سنه يعني. 20 سنه. ايه اكتر مكان بتحبيه في مصر؟ مصر كلها نحبها، مصر كلها بشعبها، ببلادها، بنيلها، باثارها، بكل حاجه. بس اكيد في مكان معين بتحبي تروحي له وتمشي له؟ والله شو باش نقول لك، يعني الواحد يحب يمشي للمناطق السياحيه و... زي ايه مثلا؟ زي شرم الشيخ، زي اسوان، يعني المناطق الاثريه اللي هي تبدا مش موجوده في بلاده، فهمت، اللي مش موجوده معناتها نحب ماذا بيا نمشي لها مع تلهي الدنيا والاولاد و... الاولاد معاكي بيروحوا الاستاد وكده ولا؟ اي رحنا احنا بكل معنا استاد، حتى يعني مشيت انا ولدي الاستاد وشجعنا وكل، وكنا فرحانين احنا عليه، هنا متغشين على الفريق نتاعنا، خاطر ما هيش هذي اداء وما هيش هذي يعني، كان فريق تونس يعني معروف انه هو به يعني، كان حتى كي يتقابلوا مع ايكيبات اخرى يبقوا متخوفين. بس المره هذه بصراحه معناتها ما مش راضين بالكل. ان شاء الله ان شاء الله خير في ان شاء الله خير ان شاء الله. طب بعيدا عن الكره اسمع، يعني ايه اكتر اكله ممكن يعني تيجي على بالك في مصر تاكليها؟ والله عندكم اكل كويس وجميل يعني، فيه خيارات كثيره. ممكن انا بحب في مصر الاسماك، لان الجمبري هنا يعني حلو كثير، واكلات شعبيه ما ليهاش فيها كثير يعني، ملوخيه يعني طب الفول وال هو كويس، لكن فلافل. فلافل نعم، فلافل نعم، لكن كشري، كشري نعم. لا مش قوي كثير لا كشري. غزلان بتحب الكشري؟ جدا والله. هو بلا منازع جدا والله. الكشري كحمق كحمق صراحه زوين وبنين وبنين. طب يعني ايه الاكله اللي يعني بتشبه الاكلات الجزائريه؟ كل يعني الشربات، في شربات كثير تشبه الاكلات الجزائريه، طريقه عمل الدجاج ايضا يعني، الفراخ ايضا نفس الشيء، طريقه طبخ اللحم ايضا، طاجين ايضا ممكن، فيها فيه تشابه كثير بين. طيب وغزلان بتاكل ايه هنا بقى؟ انا اكثر شيء كشري نحبه صراحه، كشري اسماك، نحب الحاجات هذه، الحاجات الشويه شعبي، الفول هذا ثقيله لا ما اقدرش عليها، ملوخيه برضه ثقيله، هذا شغلات جديده علينا ما نعرفوهاش. الفلافل. طب انت بتقولي لي انك بتيجي مصر من 2015. بس مش حلوه، ثقيله. معقوله؟ ثقيله والله ثقيله. خليني في الكشري. خليني في الكشري. كشري كويس. بس اكيد مدام منيا انت بقالك 20 سنه هنا يعني، اكيد تعلمت الطبخ المصري. لا يحبوا الفلافل اولادي، وكنا ونحبوا الفول، ونحبوا الكشري، ونحبوا المحشي. والاكلات المصريه كليكا ورز وملوخيه، والاكلات المصريه في الاول ممكن اول ما جيت من تونس ما كناش نتقبلوها، لكن مع الوقت وكل ولينا نتقبلوها، وتقريبا يعني المطبخ بتاعي يعني
نص ونص. نص تونسي ونص مصري. نص تونسي. بس يعني انا رحت تونس الاكل بتاعكم سبايسي اي حر. اي حر. احنا حتى كنا نعمل اكلات مصريه نعملوها زيادة سبايسي. برضه سبايسي. اي حتى تعودنا بالنكهه الحر يعني. طب الهريسه دي مغربيه ولا تونسيه؟ كله تونسيه اعتقد. تونسيه اي تونسيه. احنا الهريسه ناكلوها كما انتم تاكلوا المربى نتاعكم يعني ساندويتشات المربى احنا ناكلوها هريسه. طبعا الهريسه اللي ما يعرفهاش يا جماعه دي حاجه يعني صعبه قوي حاره جدا. فلفل حار. طبعا يعني عجينه شطه يعني بنينه بالنسبه لكم. فمش تونسي ما ياكلش هريسه او اي تونسي يسافر دوله اي دوله ياخذها معاه يسقى. فعلا ده حقيقه ياخذها معاه. أظن الهريسة يا جماعة ده عصارة الشطة. طب وفي الجزائر بقى أشهر أكلة كسكس. الكسكس. ما الكسكس ده شمال يعني مختلفين عليه المغرب العربي. مختلفين عليه بين المغرب بين ليبيا بين الجزائر. كل بلاد طيبة بطريقة. كل بلاد طيبة بطريقة. وشوربة يعني عندنا شوربة طريقتنا في المغرب في حريرة وإحنا عندنا شوربة يعني بطريقتنا. نظن هاد الأكلات زوج أكلتين هما أشهر في الجزائر. من عاش المغرب طيبوا الكسكسي بالسمك؟ لا, لا. احنا ما نديروش. لا احنا نطيبوا كسكسي بالسمك. بالسمك بالحوت. لا ما نديروش الحوت. طيب عندنا كسكسي بصوص يعني مرقه بيضاء ومرقه حمراء يعني في طريقتين. طب الجزائر هتقابل مين غينيا. غانا. غينيا. غينيا غينيا في الدور يوم الاحد. ايه حظوظ الجزائر؟ احنا بنتمنى يعني الفرقه تقوم باداء بنفس الاداء ونتحسنوا يعني شويه بالنسبه لثلث مقابلات اللي لعبناها وان شاء الله يعني حظوظ. احنا على الورق يعني احسن لكن في ماتش واحد يعني كل شيء ممكن. احنا عارفين في ماتش واحد الكره مستديره وممكن غلطه واحده تكلفك يعني لقاء واقصاء. احنا نتمنى انه يقعدوا هكذا فوكس يعني وما يعملوش غلطات بنفس الاراده بنفس الحماس وان شاء الله نروح للدور الربع النهائي ان شاء الله. المغرب هيقابل مين؟ بنين. بنين. طيب بنين اعتقد هي ثالث المجموعه واحنا كنا متصدرين مجموعتنا فان شاء الله حنعمل مباراه حلوه. هم الانسجام اللي بين اللعيبه هاي السنه والسنوات اللي قبلها ممكن بسنه بسنتين جميل. فان شاء الله غادي تونس هتقابل مين النهائي؟ غانا. غانا. انتوا غينيا هم غانا. في فرق كبير. في فرق كبير طبعا اكيد. غانا اقوى. ربي يستر ربي يستر ان شاء الله مروحه. والله ما تعرفش هي الكوره دايره دوره ممكن نكسبه يعني ممكن الفرق ضعيفه ما تونس ما كسبتهاش ممكن فرقه قويه تكسبها. واحنا طبعا في مصر هنقابل جنوب افريقيا. جنوب افريقيا لعبنا يعني معاهم كويس انه يعني اربع فرق عربيه صعدوا لدور ال 16 ان شاء الله يعني شاء نكمل الله. مع بعض. طب في حال ما التقت الجزائر مع المغرب ايه الموضوع هيبقى؟ لا روح رياضيه نتلاقاو مع المغرب في النهائي. في النهائي روح رياضيه كامله. لا ما فيش فرصه نتلاقاو المغرب قبل النهائي. لا في النهائي احنا اللي هنلعب. لا انتم مع المغرب لكن احنا مع المغرب مش ممكن نتلاقاو على حسب نصف نهائي مع مصر. احنا حتى في الاستاد كانوا الجزائريين يجيوا يشجعوا المغرب ويغنيوا خاوة خاوة يعني احنا فوت وخاوة. كانت مشهد رائع بصراحة يعني صراحة. في السويق في ملعب في السلام. في ملعب السلام يعني كانت لفتة رائعة من جمهور الشعبين او البلدين يعني الجزائر والمغرب. طيب الفن يعني الفن المصري الفن التونسي الفن الجزائري الفن المغربي يعني اكيد لك مطرب مفضل هنا تونسي ولا مصري؟ مصري. مصري والله بصراحة نحب الأغاني الطرب الريكحة أغاني زمان أم كلثوم عبد الحليم فريد عبد الوهاب يعني هذه اللي من صغري لغاية حتى لتوا إني أنا نهوى الطرب يعني نحب ماذا بيا كي نقعد قاعدة طربية مش الأغاني السريعة تاع جيل اليوم والصوت والأصوات لا. ما بتسمعيش المهرجانات؟ انت عارفه المهرجانات يا غزلان صح؟ لا يعني طبعا احنا بنحب عليا التونسيه اكيد طبعا عليا الله يرحمها وذكرى وعندنا ذكرى في مطربه انا كنت في تونس من كم شهر في مطربه رائعه اسمها امينه امينه فخت امينه فخت امينه فخت امينه فخت اي صوت روعه عندها صوت عندها اغنيه جميله جدا عاجبين عصابه عجيب لا أي هي غنيتها أي هي مش غنيتها بتغنيها أنا عارفها كويس
ان شاء الله. انا عندي بنت اختي سناء قدمت في دوفايس، ان شاء الله تقبل، عندها صوت ان شاء الله رائع. واحنا بنشجعها رائع من هنا نشجعها يعني ان شاء الله، نتوقع لها ان شاء الله ونستضيفها هنا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. الطرب الجزائري اخباره ايه دلوقتي؟ كويس لكن طمع يعني كويس. في مغنيين حتى في الجيل الجديد عندهم اصوات وبيعملوا اغاني يعني كثيره حلوه. السنه اللي فاتت في المهرجان الشباب العالمي شب خالد غنى في الحفله. شب خالد هو يعني فنان عالمي معروف، هو يعني فخرتنا شب خالد لانه يعني هو سفير للجزائر في كل انواع الجزائر وللعرب. نعم وللعرب. لكن بالنسبة لمصر أنا يعني أحب كثير الفن المصري. إحنا في الجزائر كنا من اللي إحنا صغار وإحنا نشوف الأفلام المصرية يعني. السلام الوطني الجزائري أعتقد يعني طبعا الموسيقار الراحل محمد فوزي هو اللي عمل الموسيقى بتاعته. نعم كلمات مفدي زكريا. يعني إحنا بنحب أنا نفسي أشوف يعني. بتسمعي مين طيب؟ أنا بسمع والله طرب المصري عبد الحليم، لكن أسمع أيضا الجيل الجديد ده يعني فيه فنانين كويسين يعني ما فيش مشكلة. وأحب أيضا المسرح المصري أيضا والأفلام المصرية، ونفسي أشوف مسرحية قبل ما أروح هنا في مصر. لا لازم إن شاء الله يكون عندي وقت وأشوف مسرحية هنا في مصر. الأستاذ يحيى الفخراني بيعمل ملك لير، مش عارف لسه ما بتعرض ولا لا يعني. إن شاء الله هيكون عندي وقت وأشوف. غزلان ماذا عن الطرب المصري؟ بتسمعي حد؟ بسمع تقريبا الجميع. بس تسمعي حمو بيكا؟ حقيقة بتسمع حمو بيكا؟ شفت يا وليد بتسمع حمو بيكا؟ أنا متوقع إنها تقول لي مثلا مين حمو بيكا؟ لا في ولد صديقتي مصرية يحبه فهي نشيد الوطني في البيت. أوكي فمضطرة أسمع يعني. أنا بسمع عارفة مين؟ أنا عارفة بسمع مين؟ مين؟ الدوزي. الدوزي هذا مغربي جميل. الدوزي زوين. مازال فما اسماء المنور كمان زوينه. اسماء المنور طبعا. باطمه. احنا بنحب الدكالي. الدكالي. الدكالي عبد الوهاب الدكالي طبعا. وفي طبعا عبد الهادي بالخياط. في عبد الخياط. ايضا عبده شريف اعتقد. عبده شريف؟ كان بيغني كثير في الاوبرا. بيغني عبد الحليم صوته رائع يعني بصراحه. ممكن انا ماليش في القديم كثير. انا ليا شويه في الجديد. في حمو بيكا. لا مش كثير حمو بيكا، خليني في تامر حسني نسيبنا مثلا شويه. طبعا تامر على شيرين هيك اوكي تمام. ممتاز جدا ممتاز جدا. انا سعيد انه ان احنا يعني تجمعنا هنا. احنا ممثلي اربع فرق عربيه صعدت لدور ال 16. نتمنى باذن الله انه يعني اقامتكم في مصر تستمر بهذه الروح وتنبسطوا في بلدنا زي ما احنا كنا بننبسط لما بنسافر على المغرب وعلى الجزائر وعلى تونس. شعوب عربيه شقيقه دائما مع بعض ان شاء الله، ودائما فرحانين لانتصارات بعض باذن الله. شكرا. انه مصريين كثير ياسر يشجعوا تونس بالتاكيد، ومغاربه وجزائريين معناتها بصراحه يعني بالتاكيد. شكرا جزيلا لكم وبالتوفيق لكم ولكل الفرق. غزلان واسماء ومونيا شكرا جزيلا. كده تنتهي حلقه النهارده من راي عام. نشوفكم بكره باذن الله في نفس المواعيد. تصبحوا على خير.